الو، ايه ده؟ مالك تعبان قوي كده ليه؟ عندك ايه؟ حالة طلق؟ طب استني ما تنزليش، انا جاي لك، هنروح مستشفى مع بعض. طيب خلي بالك من نفسك، مع السلامه. ما تنساش تسلملي على خالتك. الو، انت تاني يا منيل على عينك؟ ايه، خالته كلمته؟ ساب الجراج وراح لها كده كده؟ طب بقول لك ايه، ما عرفتش بيقولوا ايه. بقول لك ايه، ما تتكلمش تاني احسن، معلم وصل. مساء الخير يا بهيه. اهلا ماسح. الله الله الله، وايه لازمتها النغمه دي بالليل؟ تحب نغير الموال؟ يا ريت، مع كوبايه شاي. ام سيد مشت من بدري. ايه بقى، ما بديهاش، نديها نوم. مش قادر ما نقطع العرق ونسيح دمه. ايه حكايتك يا بهية الليلة دي؟ حكاية فيها دم ولا ايه؟ اتفضلي، نديها قعدة بدل النوم، ها؟ وادي قعدة، نعم. الواد رزق الطنطاوي. ماله؟ يطرد من الجراج. حرام، حرام يا بهبة، قطع العيش حرام. الجراج ده بتاع مين؟ بتاعك. أنت نفسك بتاع مين؟ محسوبك ومرسوم على دراعك. ولما انت مرسوم على دراعي، وبما ان الجراج ده بكل اللي فيه ملكي، انا عايز استغنى عن حته من ملكي، والحته دي اسمها رزق، ما يلزمنيش. ممكن بهدوء كده من غير نرفزة اعرف عمل ايه؟ كذاب حلنجي بيلعب بالبيضة والحجر، وانا ما احبش الكذابين. وقال ايه؟ اسم الله اسم الله اسم الله، واحده ست بتضرب له كل يوم تليفون وتقول انها خالته. طب وفيها ايه يا بهبه لما خالته تكلمه في التليفون؟ متولي، انا عارفه كل حاجه بتحصل في الجراج وانا قاعده هنا، وعارفه الواد ده ايدك اليمين، بس مش عايزاه، ما يلزمنيش. كل ده يا بهيه عشان خالته بتكلمه في التليفون. ده كان امبارح يا حبيبي، لكن النهارده كلمته الست في التليفون، ساب الجراج وجري، ويتحرق الجراج على دماغ اصحابه، هو يلزمه ايه؟ انت بتقول ايه؟ الست دي كلمته اللي هي خالته ساب الجراج وجري؟ ايوه كلمته، يعني وينحرق الجراج على دماغ اصحابه. يعني راح لها؟ راح لها. راح لخالته؟ انا يمكن اسكت على الموضوع ده، انا لازم امسك الجراج بنفسي دلوقتي، اجيب الواد رزق وهعمل معاه في الموضوع. ازاي يسيب الجراج؟ ازاي يسيب مصانع الناس ويروح لخالته؟ بقول لك ايه، الصباح رباح، وان كان له قرش ترموه له بكره وتلفيته. وبعدين بقى لزومه ايه الاله ده استهان؟ امال كنت اجيبك ازاي؟ ما انت مديني الطناش. بصي بس هانم، انا بحب المعلم ومخلص له قوي. وماله يا حبيبي، بس الدنيا مصالح، واحسبها كده بالعقل. متولي بيستفيد من مراته بهيه بالفلوس، وبيستفيد مني بالخلفه، وبيستفيد منك بالاخلاص، واحنا بقى نطلع من مولد بلا حمص، ما يجيبناش من الحب جامد. طب هنحب ازاي وانت كده؟ هي دي المشكله، بسيطه حلها موجود، نبقى سوا بعد الولادة. والله إذا كان على كده يا مدام يبقى على البركة. اتفقنا. استنى. خد دول. ايه دول يا مدام؟ فلوس عشان تشتري لك كام طقم هدوم جديدة. الفلوس دي متولي واخدها من بهية، وأنا واخدها منه، وأنت حلال عليك. ماشي يا عسل. بالإذن. سلام. أنسة دولت، أنت متراقبة مننا. وجرمتي إيه؟ عشان فسخت خطوبتي من سامح؟ العلاقة اللي بينك وبين سامح دي مسألة خاصة بيك أنت، إنما العلاقة دي لما تتعرض لعمله هنا لازم أتدخل. هو قال لك إني شفته وهو عامل سايس في الجراج؟ أيوه، وبعتني أشكرك عشان ما كشفتيش شخصيته. أشكرني بعد ما زلني ورماني الدبلة؟ لكن بإمكاني أخلي بابي يزله، لكن لأ، أول ما شفته في الجراج وقلت أجلت ده لغاية لما أرجع الإسكندرية. سامح في مهمة رسمية، وتعرضك ليها هيحطك تحت طائرة القانون، مش انت وبس، بابي كمان مش قد اللعبة. ده تهديد بقى ولا ايه؟ اسمه تحذير. ولو حضرتك سألت بابي هيقولك اننا عارفين ثروته. صحيح هو بطل يشتغل في تجارة العملة بعد ما اعتقل مرتين. رايح جاي رايح جاي، ولما تعب من السهر نام. يا سلام، كل ده عشان طلبت منه يطرد رزق؟ ملهاش حل غير كده،
وجود رزق في وسطنا مخوفني يا صابر. الواد ده وراه حاجة. أنا قلبي من الأول مش مطمن له. المهم أنا عاوز حبة حنان في العضل. إيه؟ قرشين يا حلوة. رجعت للبت تاني تبقى عايز حنفية فلوس. وتكون جلدتها سايبة وحياتك. مش قادر تستنى لما يخرج حسين؟ يا سلام، ده محكوم عليه بعشر سنين سجن. استنى عشر سنين عشان اخد منه قرشين؟ لا، انا لا يمكن استغنى عن نشوى ابدا. يا سلام، ايه اللي خلقها ما خلقش غيرها؟ خرطها الخراط وتمدد مات. نعم. الشاي يا هانم، حطيه على الترابيزه وروحي شوفي شغلك. شوفي شغلك. المهم نشوى دي انا ما تهمنيش، المهم ما تاخدهاش شقتك، مش لازم حد يعرف حاجه عن الشقه دي. لا، بالنسبه للشقه اطمني يا حلوه، انا عامل حسابي كويس قوي. بتقول الكاينه بتاعتك دي تلم ايدها عن المصاريف شويه. كاينه؟ ماشي. المهم بتولي هيطرد رزق؟ ما تخافش، لو ما حصلش هيبقى لنا تصريفه تانيه مع اللي اسمه رزق. اديني جايب لك قصب، مش حرمك من حاجه، عشان ما تتوحميش الواد تطلع له زعزوعه في راسه. ها ايه اللي حصل؟ طمنيني. انا لما جاني الوجع قلت خلاص حاول. عشان كده طلبت رزق يجيني. وان جيت للحق الجدع ما تاخرش، جاني زي الطياره. طمنيني الاول، الدكتور قال ايه؟ لا، ما احنا ما رحناش للدكتور، على ما جاني رزق كان الوجع راح خلاص. هو ما فيش غيره عطوة الكلب راح فتن لبهية، خلاها ربت دماغها ومصممة انها تطرد رزق. تطرده؟ طب انا اعمل ايه بس يا سمرمر؟ ولما يجيني الطلق؟ مسعود غصب. بقولك لما يجيني الطلق مين يلحقني؟ مش عارف افكر. كلامك كلامك مظبوط، بس انا دماغي هيشت. دماغي زي ما اكون فيها قطة والدة. اسمع اما اقول لك، بهية تتحكم فيك ماليش دعوة، لكن انا اروح في الرجلين لا. انت عايزني اموت يا متولي؟ تموت يا سمرمر؟ وابني وابني اللي ببطنك يموت معاكي؟ طب انا اعمل ايه؟ حط عقلك في راسك تعرف خلاصك، طرد رزقكم واللي في بطنكم. قصدك ايه يا سمرمر؟ ياما 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 يابا، علبة سالم ونبيلة كمان. امسك عشانك، انت اصلا غلبان وتصعب عليا. يلا. والسكينة دي ليه؟ الله، عشان تفتح العلبة بيها. امسك ما تخافش. بس انت خلاص بقى، ما تنسى اللي قلتهولك، ومن هنا ورايح وقت ما تعوز السكينة تعالى خدها، وسلام عليا يا عم. ماشي ماشي ماشي. يعني هتديني كشري؟ اديك الكشري وشلسة. يا طفص، والصلصة ببلاش دي اللي انت ناصح فيها قوي؟ ببلاش يا سيدي. اطلعي من دول يا لئيمة، انت لازم عايزة مني حاجة. يا سلام، عاوز منك ايه يا خاي؟ مش عاوزة منك حاجة، تعالى بس. ايه في ايه؟ انا بس عاوزة عايز اعرف منك حاجة صغيرة قوي. يلا عطل، تقدر تعرفني رزق مغير لي اليومين دول؟ ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه الفلوس دي كلها رزق؟ دي ست سميرة ادت لي فلوس امبارح بالليل وقالت لي جيب بيهم كام هدمة جديدة كده. اتفضل يا ريس. لا اتفضل ايه؟ الفلوس بتاعتك يا ابني 100% ست سميرة اديتهم لك مكافأة عشان شهامتك ورجولتك. خليهم لك ينفعوك للزمن يا ابني، وليك عندي قدهم كمان مرة. انت ابن حلال وتسأل كل خير. ربنا يخليك يا ريس، ربنا ينتحل السلامة. مالك يا ريس؟ ما انا لازم اقول لك يا ريس. ايوه لازم اقول لك، يمكن الاقي عندك الحل. خير يا ريس؟ خالته وما بتكلموش في التليفون غير بالليل قوي. كل ليلة؟ امال ايه؟ ويظهر امبارح كان في حاجة جامدة كلمته في التليفون. فخد ديله في سنانه وراح جاري رايح لها. خالته ازاي يعني؟ مش ممكن طبعا.
ده ملوش حد في الدنيا، مقطوع من شجر. بيضحك عليكم كلكم. وقال ايه؟ بيقولوا علي انا اللي عبيط. تمشي تمشي تروح فين يا ريس؟ ما نعمل ايه يا ريس، وجودي معاك هيعمل لك مشكله مع ست بهيه. انت يا ريس لو مشيت من هنا سميره هتسقط نفسها، هتقتل هتقتل الامل اللي بسلناه في الدنيا كلها. طب ونحل الفزوره ازاي بقى يا ريس؟ فكر يا ريس، شوف طريق. لا دماغي تربنت، ما واخدش قلب. انت عايزني يا ريس؟ ولا هستغنى عنك العمر كله يا ريس. مفيش غير بهاية يا ريس، نمسك لها زله هتتحل المشكله على بركه الله. يا ريس يا عطوة، عاوز ايه يا عطوة؟ عايز يا بنتي حد يوديني دوره الميه عشان اتوضا، الروماتيزم ناقع عليا. يا ريس يا عطوة، جايلك جايلك يا ابو العروسه. طب ما الرزق مش باين ليه يا بنتي؟ قاعد يا سيدي في المكتب مع المعلم متولي. انا جيت اهو. لا يا ابني خد بايدي عشان اروح في الميه اتوضا. يلا بينا. الجراش العالمي يلزمش حاجه اجيبها لك من بره. الله، انت مش رايح مشوار البيت؟ لا، من البيت النهارده هيستلم عطوة. انا رايح مشوار تاني. مشوار ايه؟ مزاج. انت بقيت تابع مؤتمر الضرب العالمي. يلزمش حاجه اجيبها لك. شكرا. بالاذن يا باشا. بالاذن. لو تقول لي زعلانه ليه يا حلاوتهم؟ اللي بيعني ما يلزمنيش. وانا شاري حلاوتهم. بقول لك ايه بقى، بلاش حلاوتهم دي، خلي الكلام مع بدريه احسن. انت لو لسه في كلام تاني يعني اقول لك ايه اكتر من فعلك؟ مش انت اللي بدات بالسكات؟ مش بايدي. وايه اللي حايشك؟ الظروف كانت اقوى مني يا حلاوتهم. خالتك مثلا؟ مين قالك الحكايه دي؟ كلفتني علبة سلمون. عطوة الجبان اكيد قالك، بس صدقيني ده سر وانا اتمنت عليه. يبقى احسن بقى تخلي سرك في بيتك وخلينا اخوات احسن. مسيرك هتعرفيه حلاوته. ما هو السر لو عرفوه اكتر من اتنين ما يبقاش سر يا خفيف. وانا مش ممكن اضيعك من ايدي حلاوته. يعني لسه شاري يا رزق؟ برقبت يا بدرية، بس نفسي في حتة ضحكة صغيرة عشان خاطر ربنا. يلا بقى.